باسكو دخلنا الانتروفيست استقبلونا بحسن الاستقبال ملي حطينا كالعينه بالسيد المدير اللي راه بالنيابه انا يسمع هذا الكلام يوجهه للسيده المديره. نشكروا على اللي متكفلين بالامن خاصه بالامن نشكرهم بزاف بزاف، وهذه الامانه لازم توصلوها. وبهذه المناسبه نقدم لكم الشهاده الشرفيه اللي قدمها العضو الشرفي للجمعيه اللي راه معنا لهنا للسيد المدير وكل الطاقم اداره المستشفى. انا فنان نقول كلمه لكم بالمناسبه. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا الخلق محمد بن أمين. بهذه المناسبة الطيبة، مناسبة إحياء المولد النبوي الشريف وخلق ثقافة حب النبي في الشباب نتاعنا والتواصل مع المرضى من سنن تاع الدين الإسلام، وكرمني وشرفني أنه رئيس الجمعية الناصر جمعية المفتاح وكامل أعضاء شرفوني بهذا الحضور وعرضوني باش نحضر معهم، وكانت ليا حقيقة والله سي ايموفون، الحاجة جميلة جدا. وهذا شرف اني نقدم للسيد النائب عن السيد المديرة لهذا الشهادة تعبيرا عن الشكر والامتنان للتسهيلات اللي قدمتوها والعمل الانساني اللي كنتم تقوموا به باسمي وباسم كل الحاضرين هنا. قلت نقدم لكم هذه الشهادة. تفضل استاذ رئيس المصلحة. ربي يحفظك بارك الله فيك. هي الصورة التذكارية كاملة.